لهذه اخبار الرياضه من راديو ماد. الصفحه الرسميه للترجي الرياضي التونسي نشرت مواعيد زوز مقابلات متاع الذهاب والاياب الخاصين بالدور الربع النهائي لاغلى المسابقات الافريقيه، نحكي بطبيعه على رابطه الابطال. مباراه الذهاب باش تكون في الجزائر وفاق الصيف يستضيفها الترجي الرياضي التونسي نهار الجمعه 15 ابريل بملعب 5 جويليه بالجزائر انطلاقا من 10 متاع الليل، ومباراه العوده الترجي الرياضي التونسي يستضيف فيها الفريق المنافس وفاق الصيف في ملعب حمد العقربي برادس كيف نهار الجمعه 22 ابريل مع بعد اسبوع انطلاقا من 10 متاع الليل. مواصلين مع المباراة هذه، أسنت لجنة التحكيم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مهمة إدارة مباراة الذهاب الدور الربع النهائي مع للجنوب أفريقي فيكتور غوميز، في حين الإياب باش يكون تحت إشراف مغربي تقريبا بصفة كاملة بخصوص الحكم تاع الساحة اللي هو رضوان جهاد، إضافة إلى مساعديه وحتى المشرفين على الفار وحتى مهمة التنسيق زادة اخواتنا المغاربه. ان شاء الله تكون مباراه الاياب مباراه متميزه على مستوى اللعب ومستوى التحكيم كيف كيف. ديما مع المباراه هذه والدربي المغاربي في رابطه الابطال الافريقيه، فات وزاره الاتصال الجزائريه في بلاغ نشرته على صفحتها على الفيسبوك الخبر للدوله ووسائل الاعلام المحليه حول السماح بعوده الجماهير الى الملاعب، ودعت الوزارة ووسائل الإعلام الجزائرية وخاصة القناة التلفزيونية إلى تحري معلومات والتحقق من مصدرها قبل بثها تجنبا للسقوط في فخ الأخبار الكاذبة وفق ما جاء في نص البيان. وكانت قنوات تلفزيونية جزائرية أعلنت البارح أن السلطات قررت السماح للجماهير بالعودة إلى الملاعب وهو ما انفاته الوزارة. يواجه نادي سانت إتيان اليوم فريق لوريون الفرنسي ضمن الجولة 31 من البطولة في مباراة يطمح من خلالها فريق وهبي الخزري تحقيق الانتصار في رحلة الصراع على البقاء بين الكبار، وبشكون سانت إتيان خلال مواجهة الليلة مخدوم من خدمات الدولي التونسي وهبي الخزري اللي وصل مرحلة التأهيل بعد تعرضه للإصابة في أوتار الركبة ولا توندو كما تحبوا توما. كان الخزري غاب عن مباراة فريقه الأخير ضد أولمبيك مارسيليا بوقت لم يعلن فيه سانت إتيان حتى الآن وبشكل رسمي عن موعد عودته إلى الملاعب. بقية أهم المقابلات والمواجهات في مختلف البطولات الأوروبية، في البريمير ليج 8 متاع الليل نيوكاسل يواجه وولفز، وفي البوندسليغا الألمانية شوتغارد يتقابل مع دورتموند بداية من 7:30، وفي الليغا الإسبانية 8 متاع الليل إشبيلية تتقابل مع غرناطة. كانت هذه أخبار الرياضة، قدمها لكم معاذ شريف، إلى اللقاء.